يلا يفلشنا الكرافتنج تيبل. تعال شيء. مخزن سري. يابا هاي مكان الاربع. شوف شوف هذا صندوق دايموند. شوف. اوه شنو هاي؟ اي شوف صندوق دايموند. دباك دباك لا تفتحه بس هاي شنو هاي؟ اليوم في سيرفر هارد لايف صار شيء مو حلو، وما حد من بين اعضاء السيرفر هذا الشيء راح يقبل بيه وراح يحبه. وهذا الشيء بكل اختصار انه يا اخوان ممنوع منعا باتا احد ياخذ عنده التوتم، يعني اول ما تجيب التوتم بايدك راح يختفي. فراح اشوفكم يعني مسكين للامانه اكو اعتقد سبيدي يب سبيدي فتح له محل هنا مال توتم، حرفيا انسحب من عنده جميع التوتمات اللي كان يريد يبيعهن. فهاي مشكله يا اخوان، يعني هسه اللي يموت انا كان عندي تقريبا توتمين لو ثلاثه ومشتري لي ما ادري كم من حبه توتم. فالحين شباب التوتم يعني ممنوع احد يستخدمه وممنوع احد يبيعه، فهذا صار ملغي. شوف حتى جميع الصناديق هنا شباب التوتم كلهن صار ملغيات. فهاي مشكلة صارت بهذا السيرفر مال هارد لايف، يعني صار المستوى مال هذا السيرفر صعب، وكل حلقة يا اخوان راح تصير اصعب واصعب. راح البس الخوذة احسن لي احسن ما يجي واحد سيقتلني يا اخوان. فوالله العظيم ماني بديت اخاف، يعني ما عندنا وسيلة حماية، يعني هسه شوي شوي جاية تصعب اللعبة. فما ادري يجوز هسه صارت صعبة وصارت يعني التوتم ماكو، يعني يجوز بعد اسبوع بعد يومين بعد ثلاثة ايام يصير الاكل يعني فقط قلوبك تزيد فقط جولدن ابل. فلازم ناخذ احتياطاتنا يا اخوان، ولازم باي طريقة كانت انه احنا نحاول، بس قولوا وياي، نحمي حالنا من اي شيء. يعني والله العظيم ما ادري شنو راح اسوي. فهذا وبيتي مثل ما كلكم تعرفونه، قلت او فكرت انه اني اسوي لي مخبأ سري او اسوي لي مكان اختبئ بيه، يعني حرفيا بالنهايه هذا السيرفر راح يبقى شخص واحد عايش، يعني هو اللي راح يفوز. فاكيد راح تصير معارك هواي، وراح حرفيا يعني راح تصير هواي مشاكل وهواي شغلات ما اتبشر بالخير. فاول شيء راح اسويه شباب وحتى احمي نفسي لازم انزع الالترا. تمام، الالترا بعد راح الغيها نهائيا، هاي بيضة طويرة مندق وانا بريكنج 3 راح الغيها نهائيا، وراح ارجع اخذ الشست بليد مالتي يا اخوان. حرفيا فول دروع دايموند احسن من نص فول دروع دايموند، يعني الالترا يعني تاخذ مكان الشست بليد، فكده صرنا محميين اكثر. فاللي راح نسويه مثل ما قلت لكم لازمنا مكان سري نختبئ بيه، لان حرفيا 100% بالمستقبل راح يصير هواي مشاكل وراح تصير هواي ما ادري شباب. يعني تخيلوا هسه بيت مصطفى تفجر، فهاي لحد حد لوحده مشكله، واني المشكله قبل يوم منطيه هديه والهديه تفجرت ببيت مصطفى، حرامات يا اخوان. فالله العظيم ما ادري شنو اللي راح اسوي. خلينا ناخذ لنا غرفه سريعه وان شاء الله اول ما تصير الدنيا صبح راح اشوفكم التطورات اللي صارت بالمحل مالتي. تمام. اوه شنو محلات جديدة يا اخوان، واو والله خليني نشيك ونشوف شنو السالفة. والله الظاهر بي يا اخوان محل جدا اسطوري. دقيقة دقيقة عجباني هنا شباب، شنو تتوقعون؟ واو يا اخوان دقيقة خليني اصعد. واو شباب والله اعتقد هذا بالنهاية راح يصير محل جدا اسطوري. هذا مال منو؟ محجوز براونكي، مال براونكي هذا يا اخوان. ما شاء الله اخويا برونكي والله الامانه ضار فيك جدا محترف، يعني مو مثلي انا شباب مالي فقير، شباب فقير ما عندي فلوس حتى اجيب لي تشبلكات واسوي محل قوي، يعني شو اسوي؟ اوكي خلينا نروح للمحل مالتي اول مره. اوكي خلينا نشوف شنو صار بموضوع البيضات يا اخوان. اوه البيض اعتقد شباب اكو واحد اخذها. ثواني منو؟ سبيدي سبيدي يا اخوان، سبيدي اخذ البيضه، يعني هسه الحين البيضه عند سبيدي شباب، يعني اكثر واحد راح تبقى عند البيضه راح يزود له قلب، لان يعني مثل ما تعرفون هنا بهذا السيرفر اي واحد يطير له قلب بعد لا يرجع له نهائيا. والله فتشي حلو. طيب هذا هو المحل مالتي شباب، اكيد كلكم تعرفونه بنيناه بالحلقه السابقه وتعبنا جدا هواي. شوفوا شباب سويت تخفيض 50%، كل تخفيض سويت شباب كان تران تطن. هذا هو محلي اخوان، محلي شباب عدلت له، جبت هذا الورق الليفز وجبت هذا وحاولت انه اني اسويه يعني حتى ما يكون خايس يعني الشكل مالته، فكده صار التصميم احلى. وجزء بالمستقبل هذا كله راح ترسه من هذا النوع الليفز او الورق مال الاشجار او التشتلات. فش سويت شباب؟ سويت لي هنا يعني اني جمعت لي كميه اسطوريه مال الخشب مثل ما جاي تشوفون هاي الكميه، وقلت شباب ليش ما همينا ابيع الحلل الغير المحلل، شنو؟ ليش ما ابيع الخشب الغير محلل؟ فاجيت لهذا المكان شباب
وخليت الخشب الغير محلل وراح ابيع استاك الواحد بخمس حبات دايموند، وهنا استاك الواحد بحبة دايموند تمام. هسه اللي جاي يقول لي امير شنو السالفة، المفروض تبيع استاك الواحد باربع حبات دايموند لان استاك الواحد الخشب الغير محلل ينطيك اربع استاكات محلل. فحرفيا شباب اذا راح احط هاي باربع حبات دايموند فالناس راح تصير تشتري المحلل وراح تعوف لي هذه، راح تشتري الغير محلل وراح تعوف لي هذا المحلل، فراح اتورط. فزودت حبة دايموند حتى الناس شوي تشتري منانه وتشتري منانه حتى ما اخرب على هذا الخشب المحلل، فاهمين علي شباب؟ وبهذا المكان سويت خمس ابل بحبة دايموند، خمس تفاح شباب بحبة دايموند، اعتقد سعر كلش زين. فالناس شكوا شخص عنده ذهب، فبالتالي يا اخوان راح يقدر يعني يفيد هذا التفاح يعني يشتريه ويقدر يحوله الى جولدن ابل تمام. خلصنا من محل مالتي، خلي نرجع التورتشايه نشوف شباب بلكت اكو عندنا ارباح او لا. طبعا سويت هنا تراب دوريان وسويت هذا المكان الخفيف حتى دقيقه شباب، هاي ليش بعد ما مكتمل حرامات، خلي نكمل اوكي حتى اريد الشكل يكون حلو يعني الامانه جو مو كله يكون دير شباب. الله اوكي هسه نشوف الارباح، ما تدري جزء نلاقي ارباح جزء ما نلاقي، والله ما ندري يا اخوان اوكي. فكده هذا شباب سويت صندوق الخرابيط يعني رسميا، والله اذا نحط فوق شيء والله حلو اي كده تمام شباب، كده صار شكل جدا حلو يعني حتى الواحد ينزل يلاقي شكل زين يعني اوكي. فراح احول الكرافت شنو هاي الكرافتنج تيبلات الاثنين راح احولهم وحده نانو وحده نانو حطهم جوا احسن شباب اوكي. يب 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 كده احسن، نشوف الارباح شباب. لا شباب ما حد مشتري من عندنا شباب كمان، شنو اكو واحد بدافع عنا بطاطا، شنو هاي شنو يدافع عنا بطاطا يا اخوان الله العظيم حرامات. يلا ماكو مشكلة، بما ان خلصنا من المحل مال الخشب مالتنا وما حد مشتري، ومع الرغم انه اني سويت 50% تخفيض يعني شباب، يعني قبل كان استاك الواحد المحلل بحبتين دايموند، فاني سويت شلون اقول لكم يا اخوان سويت تخفيض يعني 50%، فاذا ان شاء الله يشترون شباب ان شاء الله يشترون اوكي. فالحين يا اخوان جت اللحظه الحقيقيه حتى نشوف بلكت موجود عندنا ارباح عندنا بالبئر مال امنيات شباب، هذا محلنا الثاني. كتبونا تحت بالتعليقات شنو تردون نسوي المحل الثالث، يعني يكون فكرته بسيطه وسهل يعني اوكي ويجيب لنا هواي فلوس يا اخوان تمام. فخلي ننزل ونشوف ارباح بئر الامنيات، هل موجود ارباح شنو يا شباب؟ وات صندوق دايموند شباب، لا 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 هذا ما فتح شباب، ما فتح والله العظيم اول مره اشوفه. خلي اروح اسال الشباب اقول لهم شنو سالفه دقيقه لا شباب تحولت الى يا عرماد، لازم نحط كرافتنج تيبل شباب اوكي نحط كرافتنج تيبل اوكي حتى نعرف المره الجايه تمام. والله لو حط تراب دور احسن شباب، هاي موجود ابره وكرتونه وموجودين هواي اعضاء السيرفر شباب. فخلص نروح نسالهم ونقول لهم تعرفون شيء عن شو اسمه هذا الدايموند صندوق الدايموند، يعني والله العظيم ما ادري شوف لون الصندوق الدايموند هنا يا اخوان ورب الكعبه شنو محل جديد. ثواني شباب هذا اول مره اشوفه، دقيقه خلينا ندخل ونشيك نشوف هذا محل شي يبيع قزاز يبيع جلاس. اكتملت شباب، واو كوكب سوى كوكب من القزاز يا اخوان، كنا راح نطيح حمزير ما طحني، خلنا ناكل. واو شباب للامانه الشكل حلو، ولكن الصعود شلون يا اخويا، يعني فقط نصعد الترا لو شلون يعني هاي اخويا والله العظيم ما ادري شلون راح نصعد له. اسحب علي يا اخوان، فخلينا نروح الكرتونه ونقول له شنو سالفه هذا الشيء، شنو سالفه ذاك الصندوق الدامد اللي قناه داخل ذاك البئر، والله العظيم ما ادري شباب، خلينا نروح نساله خلينا نروح. او ماي جاد شباب ايش صاير هنا اولي، شنو هو القلعه مال الكرتونه يا اخوان ما شاء الله، شنو هاي شنو راح يسوي هنا شباب، والله تعبان على ذا المكان الولد يا اخوان ما شاء الله، والله عجبني المدخل مال كرتونه جدا اسطوري. واو شباب والله العظيم الشباب جاي تشتغل بالسيرفر وجاي تتعب للامانه، مو مثلي اني متكاسل يعني حرفيا ما ادفع له هواي بالسيرفر فقط. السلام عليكم شباب. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. شنو يا شباب متجمعين هنا ولا شو السالفة؟ ايش جاي تسوون؟ قاعدين نخطط عشان نذبح. سوالف. لا سوالف رمضان. سوالف رمضان. شكرا. جاي نخطط حتى نذبحك. يلا سلام عليكم. تعال ورا تعال. شنو يا شباب؟ رقع النار. نمزح. شنو؟ رقع النار. شنو هذا؟ أبو صابر مصطفى ولا منو هذا؟ هذا مالتي لا. اوكي.
شباب انا صابر فرع التقليد يعني. شباب شنو رايكم نروح نعدل بيت مصطفى حرامات يا اخي، بيته تفجر. انت مفجره يعني؟ والله ما ادري جوز اني ما ادري. بعد تعال جوز اني ما ادري انت تشكون بيه. مو انت قلت العدله يعني انت تسويها؟ لا تقول خطيه يا من عدله يعني نسوي لك هديه يعني، يعني حتى يتفاجئ من يدخل المره الجايه يلاقي بيته معدل. وشوف بشكل عام الشيء اللي صار وكيت سيناريو تم سبق وترتيبه، فاحنا مش هنتدخل في سيناريوهات الشباب. يب. طيب شلون يعني من الجاي تهمون هسه انت؟ ما اعرف انا اتهمك. انا اتهمك فرح. يا اخي من راح احصل كميه مالتيتي يعني؟ اكيد يعني واحد قديم بالسيرفر يعني. اوكي يلا ثانك يو. ها بطاط، تريد بطاط؟ هذا جاي دمر سوقي ياك بطاس قدامي. لا 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 تذكرت سد، ذكرت من جيت لمنطقتك قبل يومين لقيت لوحة مكتوبة خيط جام باودر اسمي امير سلوك هات الجوال. منو من عنده؟ منو جام باودر؟ خيط من كارتون. عرفت منو سوى تي ان تي يعني؟ لا 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 بكرة. حتى انا صار مني جام باودر. طيب ايش حط جيم باودر؟ يب يا شباب فاير وورك تشوفون مقاطعي بكره بينزل المقطع وتشوفون. شباب ترى شباب شنو تهموني يعني ماخذ فقط 10 حبات تقريبا. لا شباب لا تحبسوني. اعدام يلا مصطفى اعدام. شباب شنو هاي الاتهامات الباطلة؟ والله فاير وورك، اعطوني فاير وورك وما اصير اطلب من عندكم جيم باودر. اسمع شنو؟ رق مكان. يلا خلاص يلا عقبون يلا رجعوا حسب اللي راح تعاقبوني. ماي جاد. طيب كرتونه تعال محتاجك بشغله. تعال شنو؟ تعال معي تعال، ما اريد احد يسمع فقط انت. تعال شالي بين. اوه هذا بيقلب علينا براونكي. راح اسوي انقلاب. تعال شوف كرتونه، انا الحين جاي اصور وللامانه لقيت بالبئر مال امنيات مالتي لقيت شيء غريب، اريدك تجي وتشوف شنو سالفته هذا المكان. كريبر عندك بو؟ قلت له بالبو حسين. تعال معي كرتونه. تعال راح اشوفك شيء جدا غريب. يلا امشي كرتونه. والله العظيم الشيء اللي صار اول مره اشوفه بحياتي يا اخي، صندوق غريب عجيب يا اخي. تعال معي. هاي وصلنا وصلنا للبئر مال الامنيات، وتعال خلينا ننزل ونشوف. اشوفك هسه دقيقه، خلينا كسرنا هالكرافتنج تيبل. يلا فلشنا الكرافتنج تيبل. تعال شيء. ما كنت تنسى الريت. يا باي مكان الاربع. شوف هذا صندوق دايموند. شوف شنو هاي؟ اي شوف صندوق دايموند. باك ليش فتحه بس هاي؟ شنو هاي؟ الوها شلون جبته؟ والله ما ادري، انا توني شفته كده يا اخي. والله العظيم ما ادري شنو قصه الجاب الان. ما ادري فتحه. لا والله مرتبك يا اخي. طب فتحه ويصير فيه هاي المشكلة يا شباب. والله العظيم ما ادري، هو صندوق مغري يعني شكل يعني صندوق. دربالك صف حاطين لك فقه وشي. ما ادري شباب للامانة اول مرة اشوف لي صندوق زي كذا، فما ادري شنو تقول اسوي. اسحب عليها لو شلون يعني؟ شو اسوي لهذا؟ كسره فلشه؟ ما ادري والله ما اعرف شو تقول. تقول انفتحه؟ والله ينفتح. تعرف شو اسوي كرتونه؟ فتح انت لحالك وقول لي شنو صار وقول لي شنو داخله، اوكي؟ انا راح اطلع، اوكي؟ خاف يصير يلا شيء. يلا 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 فتحه. يلا عندك. يلا ها، واحد اثنين ثلاثة افتح. شنو هاي؟ شنو شكو داخل؟ اكو واحد مطيك تحدي فيه. شنو؟ والله جرجع. شنو هاي؟ اثنين دجاج في قرب بيت مصطفى. حلو يعني اكو واحد متبرع لي، مو متبرع لي، شنو هاي؟ دافع لي بلوك الدايموند ويقول لازم احقق له امنيته دجاجتين يعني. حلو دجاجتين ببيت مصطفى. ايوه لكن الحين هسه بيت مصطفى متفجر، نروح ندور على دجاجتين. هاي عندي حبلين. يلا مشينا. والله شباب توقعت هذا الصندوق يعني مخيف يعني الامانه، بس طلع بلوك الدايموند. شباب والله الحمد لله وشكر يعني. زين ليش يجي شكله صندوق غريب يعني؟ شكو والله العظيم ما ادري شنو القصه. بلوك الدايموند شكله. اوكي فاخذ هذا حبل ويلا امشي وياي ندور على دجاجه حتى نوديها لبيت مصطفى. اوكي يلا قدام. والله الحمد لله وشكر يا اخوان، ما توقعت انه داخل الصندوق يعني بلوك الدايموند فلوس. الحمد لله وشكر، على الاقل راح نصير شوي اغنياء يعني، فهذا يعتبر شيء مره حلو.
امير ها شنو شكو كرتونه شبيك؟ اقول لك انت شو تبيع غالي؟ شنو غالي يا احترم نفسك يستاهل الواحد بحب الدايم شنو سوى التخفيض 50%؟ وين تعال شوف محلك غالي يا رجال يا اخي شلون غالي تعال والله العظيم سويت تخفيض توني قلت للمتابعين 50% مكان ما ابيع استاك الواحد بحبتين دايموند صرت ابيع بحبه دايموند شينو هاي يعني لا معكم هذا المفروض اقل طيب شو خشب طيب اه مصدق إيه لا كان خشب نادر يا اخوي شنو السالفه انت عطتني اياه خشب مو نادر انت عطتني شتلات انت لا انت عطتني شتلات وقلت لي هاي الخشب نادر ماكو مثله انت اللي قلت لي انه هذا الخشب نادر اي صحيح بس الخشب هذا انه صحيح نادر بس المفروض تبيع اغلى شوي ارخص شويه لان غالي كلش اي صحيح غالي ولكن طيب كم مثلا طيب استاك المحلل غير محلل كم حطه من حبه دايموند شوف الغير محلل انه يصير باثنين دايموند احسن كلش غالي ما حد راح يشتري طمع ما حد راح يشتري اوكي شباب خلاص بدون طمع نحط استاك الواحد باثنين دايموند اوكي خلاص يلا ماكو مشكله نتعب على الخالي بلاش على حبتين دايموند يلا طيب والحين هذا كم من ستاك بحب الدايموند ابيعه هذا 3-4 ستاكات تقريبا 3 ستاكات خليه حتى تربح شنو اربح يعني لو كان اللي يشتري ستاك واحد يصير اربع بحبتين افضل يعني يعني حل لحاله فلازم تكون شوي واقعيه يعني السالفه يلا اوكي خلي لعد 3 او 4 كيفك او 2 كيف دقيقه الاربع 2 ستاك الاربع ستاكات اوكي ثواني الاربع ستاكات بكم قلنا بحبة دايموند لا شنو بحبة دايموند حبتين خاف اتورط ثواني شباب غير اربع ستاكات لا كم بنحطها هاي كرتونه ورع اثنين دايموند شوف لحظه هنا أنا عندك الستاك الواحد باثنين دايموند الستاك ايش قد يطلع لك اربع ستاك اثنين دايموند هذا تمام فانت لازم تبيعها نفس السعر حتى ياخذون منه او منه اي هذا تمام فالخمس حبات تفاح بحبة دايموند رخيصة وغالي لا زينة هاي زينة لان التفاح شوي نادر يعني اي التفاح نادر اي هاي زينة اي وكم ابقي السعر كم اخليه تتوقع دايموند لو اغلي بعد لا هاي هيك زين كلش حلو تمام خلاص هذا السعر ممتاز يلا عدلنا الاسعار تعديلات حلوة جديدة تعديلات جديدة وافكر انه هاي شوكت هاي قبل شوية وافكر انه انا حلوة. شوف افكر احط فوق بلوكة الخشب كمية اسطورية مال شتلات او مال ذاك الشتلات عرفتهن؟ عرفتهن الليفز قصدي الليفز يب الليفز بالضبط فحتى تكون يعني نفس الفكرة مال محل مصطفى ولكن اني كبلوكه يب فما ادري يجوز اسويه بالمستقبل يجوز لا اوكي ما علينا طيب شباب اول شيء شباب لازم نسويه هسه لازم نروح ندور على دجاج لان يعني حرفيا لازم هاي الامنيه هاي دجاجه هذا من هذه هاي دجاجه لقيناها تعال هاي دجاجه حلوه هاي دجاجه حلوه تعال هاي سلام عليكم اخوان لقيتوا دجاج عندكم دجاج شباب لا دجاج ايش لا يا اخي ما تعرفون اني عندي برمنيات هسه وجت لي طلبيه انه اني لازم اودي دجاجتين لبيت مصطفى ايوه اي فالدجاج عندكم موجود انا عندي بيض ايش قاعد تدفع امشي كرتون هسه ندور لحالنا هذا امشي بالرميه انا عندي في بيتي 500 دجاج خلينا عندك يقول فلوس شنو فلوس شنو الطمع فلوس انت يا اخي بلوك الدايموند يعني المستفاد انا حصلت بلوك الدايموند على مود بلوك الدايموند دجاجتين لما تيجي تدفع اسكت لا تطقني امشي كرتون بلوك الدايموند ترى اعطيك 3 سكات بيض راح تطقونه بعينها امشي كرتون امشي يا رب ما تحصل تجي عندي لازم حصل دجاج لك عايشين هاي شباب يردوا حازيني بلوكة الدايموند اللي محصليها انا فخير اخي كذا على السيرفر شيني هاي طيب تعال منا تعال يلا امشي والله ان شاء الله شباب نلاقينا دجاج والله حسبالي خرف بني قلت اول واحد راح يحصل له خرف بني يصير غني لحد هسه ماكو دجاج تصدق ماكو دجاج يب لحد الان فمشكلة هم زين عندنا حبل يعني تخيل لو كان عندنا حبل تورطنا اكو دجاجة قدامي اكو دجاجة صدق؟ اي وين جاي تشوفه؟ جاي اشوفه بالماب
اوكي ثواني خلينا نشوف الدجاجه اللي شافها كرتونه، بس احنا ردنا اثنين. طيب اول شيء خلي نسوين شو اسمه فينس، لان حرفيا ردنا فينس حتى شنو، حتى نقدر نحبس بين الدجاج. تمام هسه خلينا نجمع لنا الخشب هاي الاولى. هنا لكم الدجاج، تعال هواي حلو. هاي حبل الك وحبل الي، نقدر نودي الدجاج الى بيت مصطفى، الدجاجتين كلها يعني ما طلب من عندنا كمية. فالله عشديده يعني، والله العظيم ما خلانا نتعب يعني، الدجاجتين جدا سهله يعني، موجود بكل مكان. هذا الدجاج مال مصطفى صدق؟ شوف بدي اقول لك اكون هذا الدجاج يعني شنو طلب، يعني طلب من عندي الدجاج. لك شنو هاي شباب هاي مصطفى وات يا عفو الله شو نسوي هسه شلون نصحي؟ والله صدق هاي عدد الدجاج شباب شو نسوي؟ نهديه؟ لازم نجيب له، ندور له على دجاجتين ثانيات خلي الليان يان يلا يلا تعال منا. فلازم يعني يجوز يحتاج بغير شيء يعني. يجوز يريد غير ذني. ايه هاي يريد غير هذول شباب، لان حرفيا ما ادري يا اخي طلب من عندنا شيء ثاني، طلب من عندنا خرفان بقر شيء كذا من هناك. هاي بقر دجاجه هاي الدجاجه لا قطه خذها، خلي ندور على الدجاجه الثانيه. اكو واحده هنا اكو واحده هاي صدق؟ واني يلا هذا تعال دجاجه يا ورع تعالي. اوكي يلا امشي تندلى بيت مصطفى. ايه انه يلا امشي قدام. يلا يا اخوان مرحله اعطاء مصطفى الدجاجتين اللي هو يريدهم، بس انتبه هي الدجاجه ما تموت لان يعني تطير، فما تخاف عليها. ايه بس خايف تنقطع. اهم شيء ما ينقطع الحبل، فامشي على كيف يعني لا تركض. اوكي فخلاص امشي 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 امشي. هاي شنو هاي صارت الدنيا ليال، والله حرامات شباب والله العظيم مسكين يعني بيت مصطفى. يعني تخيل انا قبل ما لا ينفجر البيت بيوم واحد انا منطيه هديه، هاي المصيبه فمشكلة. صدق كان هم منطي هدية. كلها راحة. اوكي امشي. يلا امشي. شوفوا بيته هنا يعني ننزل نطيه هنا. اي خلا جو التفجير. نسوي له فن. يلا. اسوي لي فن. شنو هاي كريبارية. كريبر انتبه. عندك بو عندك بو. جلدة بعد احسن. اوكي. فخلاص نجي هنا بنص البيت نسوي له فنس. شوف اطيني فنس عندك. يا بس اصنع ثواني الدجاجة تعالي يا ورعة تعالي صعدي. دقيقة هسه كرافتنج تيبل ماكو، خلنا نصنع على كرافتنج تيبل. اوكي حرامات شباب حتى كرافتنج تيبل صار ما عنده. هاي نحط له كرافتنج تيبل هنا، نحلل جميع الخشبايات، نسوي لنا كمية مال استكات. النوب شو نسوي؟ نسوي لنا فنس 21 تعال خذ. هاي نص تعال خذها. شو تقول نعلقهن هنا؟ وين نعلقهن؟ نعلقهن بالجو. اي والله حلوة عجبتني قدام. يلا يمشي. يلا والله حتى يبان جاي نعدم بيهم. امشي يلا مسكين الدجاج. يلا كفو خلينا هنا. اي خلي حبه اكسر الكابل ستون. اوكي عادي نقدر نحط اكثر من حبل طبيعي. اي نقدر. تعال خلي هاي وياها. والله اصعد ولازم نكتب له علامه انه هذا من شو اسمه، هذا من بئر الامنيات. اوكي يب اكتب له. اوقف هسه اصنع لك لوحه ثواني من الكرافتنج تيبل. نصنع له شباب لوحة واكتب له من طرف بئر الأمنيات. تعال ثواني هسه تعال كرتونة اخذ وين خلي له فوق بلوكة الفنس. اوكي فوق بلوكة يلا لا 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 ما يحتاج كده. اوكي يلا قدام. من محل بئر الأمنيات. اوكي حتى ناخذ صمعة حلوة حتى يجون الناس يشتركون من عندنا فاهم. يب حتى يجوني. انا لحد هسه محصل لي بلوكتين دايموند، واحده من عندك واحده من عند مصطفى. اوكي مشروع اسطوري مو قلت لك؟ هسه حصلت مشروع حتى يجيك دايموند. اي حصلت 18 بلوكت دايموند يعني هسه بشغلات بسيطه يعني. انت محتاج خروفين جبت لك خروفين، بس انا الامانه كرتونه لقيتها هناك يعني جاهزات لقيتها. يعني كنت راح ادور يا اخي، دورت على ورد احمر وكنت راح اسوي لك كل شيء، بس طلع بالنهايه الورود اللون الاحمر ما يصير بهذه السياره. فخلاص سؤال. شنو انت ما شفت عندي خروف احمر؟ اي انا شفت عندك خروفين حمر بس كاثرتين صارن اربعه وهذا. فاني اللي علي سويته، شو اللي علاقه بك؟ مشكلتك. يب وقت اريد ترجع غير لوني بس قلت يلا يا صارت سهلة. عادي تريد غير لوني لكن تدفع بلوك الدايموند ماكو مشكلة ترى عادي. ترى عندي 100 بلوك دايموند اقدر من اليوم. وين شنو؟ والله ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. تعال شوف شكل الدجاج منه شلون معلق، شكله غبي. شوف والله شكله مضحك يا اخوان.
فخلاص خليني الفيديو، تعال لنا الفيديو، انا كرتونه خلاص ما باقي شيء شيء نسوي ثاني. فتمام يا اخوان الاعزاء، هنا انا وصلنا الى نهايه الفيديو، اتمنى عجبكم هذا المقطع الخفيف اللطيف. كتبونا تحت تعال تعال شوف 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 شو موجود. دربالك يقتلونا، خلنا نهرب احسن، لو نجلدنا شو نسوي هذول؟ لا خلنا نسحب عليهم، خلنا نسحب عليهم، اسحب علينا احسن ما يجلدونا يا اخوان. فهنا وصلنا الى نهايه الفيديو، كان وياكم امير وكرتونه، وبس مع السلامه. باي باي يا ورع، باي باي. مع السلامه، باي 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 باي.